وينضم إلي الآن من دبي الدكتور معن جمال، استشاري أمراض الرئة في مستشفى الإمارات. دكتور صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. في كتير أسئلة طبعا بالوقت الحاضر، احنا وصلنا لمرحلة توزع فيها اللقاح بشكل كبير في أغلب المنطقة عنا هون بحد ذاتها، لكن إلى أي مدى أو لمتى ممكن أنه يبقى اللقاح فعال فعليا؟ هل بلشنا نعرف أجوبة لهالأسئلة؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة سؤال مهم كتير. في الحقيقة في كتير دراسات لسه ما انتشرت أثبتت أنه اللقاحات المتوفرة حاليا، خاصة لقاح الـ mRNA والهوست الفيرال هوست، فعالة بشكل كبير ضد المتحورات الأكثر شيوعاً اللي هي ألفا وبيتا وألفا وبيتا ودلتا. إذا فيني أعطيك إحصائية إنه مثلاً لقاح الـ mRNA فعال بالوقاية من المتحور دلتا بنسبة 92% بعد الجرعة الأولى، بنسبة 94% أو أكثر بعد الجرعة الثانية. بالنسبة للقاح أسترازينيكا يمكن تكون نسبة أقل بقليل، تقريباً بحدود 70% بعد الجرعة الأولى، يمكن بحدود 80% بعد الجرعة الثانية. نعم. طبعا هذا دلالة واضحة انه اللقاحات فعالة ضد بالوقت الحاضر ضد المتحورات اللي موجودة بمنطقتنا او باوروبا او بامريكا الشمالية. دكتور الان عم نسمع اليوم حكي انه امكانية خلط اللقاحات ممكن انها تعطي مناعة بعد اقوى، وكان اليوم الحديث تحديدا على فايزر واسترازينيكا. فايزر واسترازينيكا. الحقيقه ماني مطلع على اي دراسه من ناحيه انه اذا اللقاح بيكون اذا اخذ واحد جرعه من لقاح فايزر او جرعه من لقاح استرازينيكا حتكون الوقايه بشكل افضل، بس من الطبيعي انه بالاحصائيات اللي ذكرت لك اياها انه جرعه واحده من لقاح فايزر بتوقي بنسبه اكثر من 90%، وهذا الحقيقه نسبه ممتازه جدا. فإذا جمعت اللقاحين مع بعض ممكن تكون النسبة أحسن، ممكن تكون نفس النسبة. على كل حال اللقاح ناجع ومفيد، وأنا من ناحيتي بشجع كل العالم على أخذ اللقاح للوقاية من المتحورات الجديدة. مشكلة يعني المتحورات الجديدة إنه تفضل. مشكلة المتحورات الجديدة إنه عم تسبب انتشار أسرع بكتير، شدة وفعالية المرض عم يكون أقوى، ونسبة قبول على المشافي أو نسبة دخول العناية المشددة أو حتى نسبة الوفيات عم تكون أكبر، خاصة مثل ما شفنا بالمتحور الإنجليزي ألفا اللي اللي كان عنا بالفترة الماضية. نعم. الآن في عدد من الدول، وكنا عم نحكي قبل شوي إنه الولايات المتحدة يمكن أصبحت من أحسن الدول اللي يكون واحد موجود فيها بهالوقت لأنها صارت مسيطرة على الوضع. الدول اللي عم تصير فيها عندها سيطرة، عم نشوف إيطاليا كمان وغيرها عم بيشيلوا القناع، لكن الآن مؤسسة أو منظمة الصحة العالمية عم بتقول إنه الأفضل إنه حتى لو بعد اللقاح الناس اللي طعمت لازم تضل لابسة الماسك. طبعاً حكيك مزبوط تماماً. اللقاح بيحمي من الإصابات الشديدة، بيحمي بيقلل من نسبة دخول المشافي، بيقلل من الوفيات، بس ما بيحمي بشكل كامل من الإصابة بالفيروس. ممكن الواحد ينصاب بالفيروس إذا هو ملقح، بس ب 90% 95% من الحالات بتكون الإصابة طفيفة جدا، ما بتستدعي دخول المشافي. لذلك نحن بنشدد مرة ثانية على ضرورة أخذ اللقاح. دكتور ما بعرف إذا أنت ثاني لسؤالك، عفوا نسيته. بالنسبة لدول أوروبا الحقيقة متحور دلتا هلا مثل ما شفنا بإنجلترا خلال الأسبوعين الماضيين نسبة الإصابات زادت تقريبا بحدود 30-40% بسبب دخول متحور دلتا لإنجلترا. حتى بأمريكا الشمالية نسبة الإصابات الجديدة عن 15-20% من الإصابات الجديدة هي بسبب المتحور دلتا. أظن إنه حيكون في كتير هلا رجوع للأساليب الوقائية للتباعد الاجتماعي ولوضع الماسكات بفترة قريبة. أظن ما راح يضل هيك الوضع على حاله مثل ما حكيتي إنه بأوروبا وأمريكا بلشوا يوقفوا استعمال الماسك أو حتى السوشيال ديستانسينج.
أظن ولو بسبب إنه المتحور دلتا نعم. حيكون في عودة على لوسائل الوقاية اللي كنا عم نستخدمها. يعني رغم الانتشار يلي عم بيصير لدلتا بالمملكة المتحدة، بوريس جونسون عم بيقول انهم مستمرين هن بفتح البلد ب 19 جولاي، يعني من هون لثلاث اسابيع تقريبا. هل ما بعرف اذا انت بتتابع رياضة، بتتابع الفوتبول، بس الكميات الناس يلي عم نشوفها داخل الملاعب، هل هيدي تعتبر تجربة؟ 20 صح. ايه بالضبط، هل تعتبر هيدي التجربة الناجحة؟ والله تجربة جريئة. أنا أظن هاي تجربة جريئة كتير، إنه فاتحين الملاعب والجمهور كتير متلاصق. هي الحقيقة بتتبع حسب المباريات وحسب الدولة اللي عم تلعب ونسبة الجمهور. إذا لاحظت يعني إذا كان في تطعيم بتقدر أنت تجمع ما بعرف كمية ألف شخص ضمن ستاديوم؟ أكيد، يمكن ما عم يخلوا حدا يدخل على المباراة إلا ما يكون متطعم. نعم أكيد، هي أحد الإجراءات الاحترازية يمكن اللي عم يطبقوها بأوروبا خلال حضور المباريات. طبعا مثل ما حكينا، إذا لا سمح الله صار في انتشار للفيروس حتكون الإصابات طفيفة كتير، وما حتأدي غالبا بمعظم الأحيان لدخول المشافي، والوفيات بتكون معدومة، يعني شبه معدومة إذا الواحد أخذ لقاح. نعم دكتور، أنت بالإمارات، خليني أسألك سؤال سريع على الحالات اللي عم تشوفها حاليا بدولة الإمارات. تفضل. الحالات هلا ما فيني اقول لك انه نحن بموجه مثل ما بيقولوا ثالثه، بس الحقيقه زادت الحالات. ومثل ما كان في تصريح من وزاره الصحه من يومين، انه نسبه الاصابات كانت نسبه زياده الاصابات هي بسبب دخول المتحور دلتا وبيتا والفا. الفا كان موجود من زمان، دخل علينا بيتا من فتره، وهلا دلتا بشكل تقريبا 35% من نسبه الاصابات الجديده بالامارات العربيه المتحده. طبعا هاي انا عم بحكي هالحكي بناء على احصائيات وزاره الصحه. نعم. اللي طلعت من تقريبا من يومين تصرحوا فيها. اذا طبعا شافي في حالات. نعم. في حالات، بس مو بشده الحالات اللي شفناها بالاشهر الماضيه او نعم. السنه الماضيه. نعم، اذا بتبقى النصيحه اللقاح، الماسك، اللقاح، التباعد، الماسك والتباعد الاجتماعي والاساليب الوقايه. شكرا جزيلا. ما بنصح انه نخفف من هالاشياء. شكرا جزيلا لك دكتور معن جمال، استشاري امراض الرئه في مستشفى الامارات.